ويبقى معنا من منطقة أبو غرين غرب مدينة سرت مراسل الجزيرة ناصر شديد، كما ينضم إلينا من مصراتة مراسل الجزيرة أحمد خليفة. أرحب بكما وأبدأ معك ناصر شديد عن اللافت والمختلف في معركة سرت، وإلينا وصل تقدم الوفاق فيها أيضا. نعم ازدهار، طوال قدومنا من مصراتة وحتى هذا المكان أبو غرين هناك أعداد كبيرة من العربات العسكرية التي شاهدناها تتبع لقوات الوفاق تتقدم باتجاه مناطق محاذية أو داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت. يبدو أن الطيران المسير كان له دور أمس في عدم دخول قوات حكومة الوفاق بشكل داخل مدينة سرت بشكل قوي. الآن قوات حكومة الوفاق حاولت وتحاول الدخول إلى سرت من عدة محاور، إن كان الساحل بالإضافة إلى مناطق النهر الصناعي أيضا من عبر الصحراء ومناطق أخرى في جنوب سرت. الآن قوات حكومة الوفاق بعد أن تمكنت بالأمس من إسقاط طائرة إماراتية صينية الصنع خففت من وطأة هذا الضغط الذي حصل أمس بعد أن قللت من تراجعها بعض الشيء، على الرغم من أنها تقدمت نحو 100 كيلو متر وهذا يعد تقدم كبير في يوم واحد فقط. قتل أمس نحو 33 من قبل قوات حكومة الوفاق وهم من مقاتلي مصراتة طبعا، لكن أيضا وهناك جرحى بالطبع، لكن قوات حكومة الوفاق أيضا عبر طائرات مسيرة قصفت أكثر من موقع عسكري لقوات حفتر، فجرت ودمرت بعض الآليات العسكرية، قيل أنها أكثر من 6 آليات عسكرية بالإضافة إلى مخزن للذخيرة، وأيضا كما ذكرنا إسقاط بعض المعدات. قيل أيضا أو شهدنا قصف لموقع شركة النهر الصناعي حسب ما علمنا من بعض المصادر العسكرية في قوات حكومة الوفاق، تم تدمير 10 آليات عسكرية لكن لا يوجد أي قتيل أو جريح في هذا القصف الذي حصل صباح اليوم بثلاث غارات بالإضافة إلى غارتين مساء أمس. قوات حكومة الوفاق تقول أنها عازمة على المضي داخل الحدود داخل سرت في أسرع وقت ممكن. نعم. للحد من قوة قوات هذا ما يدفعنا أيضا للتساؤل ناصر عن أهمية سرت وماذا تعني السيطرة عليها حاليا. بالنسبة لقوات حكومة الوفاق تعتبر مدينة سرت، طبعا هي في منتصف ليبيا، لكن إن تم السيطرة عليها سيكون من السهولة أو دافع كبير لقوات حكومة الوفاق التقدم إلى الهلال النفطي. نعلم أن هناك حقول في رأس لانوف، بريغا، زويتينا، بالإضافة إلى أيضا السدرة، هذه 4 حقول مهمة بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، وإن تم السيطرة على سرت سيكون من السهولة الوصول إلى هذه الحقول، لأن العديد من تلك المناطق نتحدث عن وادي الأحمر، منطقة سلطان، بالإضافة إلى أم الخنافس، هذه المناطق من السهل وهراوة أيضا من السهل السيطرة عليها لأنها مناطق قروية لا يوجد فيها أعداد كبيرة من السكان، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى قاعدة الجفرة وهي قاعدة مهمة وسط ليبيا تأتي عبر سرت، لأنها قاعدة عسكرية مهمة أيضا بالنسبة لقوات حكومة الوفاق. هذا فيما يتعلق بالتطور الميداني. ابقى معنا ناصر، ننتقل إليك أحمد لنتحدث عن تأثير هذه العملية، عملية سرت على وجه الخصوص، على العملية السياسية فيه. لا شك ازدهار أن عملية الهجوم على مدينة سرت من قبل قوات الوفاق الوطني التي تريد استعادة المدينة إلى سيطرة حكومة الوفاق، هذه العملية هي استكمال لما حدث في جنوب طرابلس على مدى أكثر من عام وشهرين تقريبا. الآن قوات الوفاق سيطرت على المنطقة الغربية من ليبيا بالكامل، الآن في المنطقة الوسطى، أو دعينا نقول انتقلت إلى المنطقة الوسطى. في المنطقة الوسطى من ليبيا هناك بؤرتان تتركز فيهما قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هما مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية. في حال نجحت قوات الوفاق بالفعل في السيطرة على هاتين
البؤرتين مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية، فإنها ستتقدم بعد ذلك إلى منطقة الهلال النفطي، ما يعني أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته سيرجع إلى الوضع الذي كان عليه في قبل سبتمبر من عام 2016، أي أنه سيكون محصورا فقط في المنطقة الشرقية، وهذا سيضعف موقف حفتر في أي مفاوضات قادمة. الآن على سبيل المثال الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية وأيضا معها الولايات المتحدة تضغط باتجاه وقف القتال والرجوع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات بناء على ما تم في تفاهمات مؤتمر برلين. هذا لعل يجعل الداعمين بعض الدول الداعمة لحفتر كمصر والإمارات على سبيل المثال وأيضا سوريا تدفع في اتجاه وقف القتال والانتقال إلى الطاولة طاولة المفاوضات، لأنها تدرك جيدا أنه في حال خسران حفتر لهاتين البؤرتين قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت فإن موقفه التفاوضي سيكون ضعيفا للغاية، وهذا ما جعل روسيا على سبيل المثال لم تسحب قواتها من شركة فاغنرز أو شركة مرتزقة فاغنر، لم تسحبهم روسيا من ليبيا، هم الآن يقاتلون في مدينة سرت. أيضا سلاح الجو التابع لحفتر الذي قصف مقاتلي الوفاق يوم أمس هو سلاح روسي أو طائرات حربية روسية أقلعت من طائرة حميمين في سوريا واستقرت في قاعدة الجفرة الجوية، والآن يبدو أنها بدأت في تنفيذ طلعات جوية لقصف مقاتلي الوفاق على تخوم مدينة سرت. شكرا لك من مصر مراسل الجزيرة أحمد خليفة، شكرا أيضا لمراسل الجزيرة ناصر شديد كان معنا من منطقة أبو غرين غرب مدينة سرت.